أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صحافة الغد، نتناول فيه بالقراءة والتحليل أهم العناوين الصادرة في الصحف والمجلات المصرية. والبداية بالعناوين. من اليوم السابع الرئيس السيسي مبادرة مصرية للتكامل الصناعي مع دول الكوميسا. المصري اليوم الحكومة تنفي فرض ضريبة التصرفات العقارية على عقارات القرى والنجوع. واليوم السابع تنفيذ برنامج اختار حياتك لصندوق مكافحة الإدمان بقرى حياة كريمة. وأشروك وزير السياحة والآثار يتابع التجهيزات النهائية الخاصة بفاعلية طريق الكباش. أهلا بحضراتكم من جديد. الحدث الأبرز المسيطر على الصحف المصرية والعالمية أيضا هو قمة الكوميسا واستضافة مصر وتحديدا في العاصمة الإدارية الجديدة لقمة الكوميسا ورئاسة مصر وتسلم رئاسة تلك الدورة. الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن مصر قامت بإعداد مبادرة التكامل الصناعي الإقليمي، ده بيتوافق مع الاستراتيجية الصناعية للكوميسا 2017-2026 وأجندة التنمية الإفريقية 2063 بهدف مشاركتها مع الدول الأعضاء والأمانة العامة ووضع خطة تنفيذية لتحقيق هذا التكامل الصناعي وزيادة الإنتاجية تحت شعار صنع في الكوميسا. الرئيس السيسي أيضا قال في كلمته في افتتاح قمة الكوميسا إن القمة دي بتهدف إلى دراسة الموارد المتاحة لدول التجمع والوقوف على المزايا النسبية المتاحة لديها لدمج القطاعات الصناعية المستهدفة في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية. والحقيقة كلمة الرئيس السيسي تناولت العديد من الرسائل، أهم تلك الرسائل إن العالم لا يزال يعاني من تداعيات كورونا والكوميسا لديها الإدارة والإرادة لمواجهة التحديات، وقال كمان نؤمن بأهمية التكامل الاقتصادي بين دول القارة. والرئيس أطلقنا مبادرة التكامل الصناعي الإقليمي وأكد على الحرص على زيادة التكامل لدفع العمل بالبنية التحتية. وقال كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي نعمل على نقل الخبرات في الكهرباء والطاقة إلى دول الكوميسا. طيب نروح لي يا دكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية. دكتور كريم مساء الخير. مساء الخير يا فندم على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. ازاي حضرتك عامل ايه؟ تمام. اهم ما تابعته من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في قمة الكوميسا وكيف ترى انعقاد تلك القمة ورئاسة مصر لها؟ يعني أبدأ بكلمة السيد الرئيس، اعتبرها كلمة موضوعية، كلمة ناقشت تحديات المرحلة الحالية ومتطلبات المرحلة الحالية والمقبلة، وبالتالي المبادرات التي أطلقها السيد الرئيس هي مبادرات هامة بتهم دول الإقليم وتجمع الكوميسا. أعتقد أن الرؤية واضحة للدولة المصرية وهناك استراتيجية تتبناها من خلال رئاستها خلال المرحلة المقبلة ستنعكس على كافة الدول الأعضاء على مستوى تجمع الكوميسا ولكن أيضا على مستوى القارة الأفريقية والاقتصاد العالمي أيضا، لأن السيد الرئيس يعني نوه إلى أن الهدف ليس فقط تجاوز المرحلة على مستوى الإقليم ولكن على مستوى الاقتصاد العالمي، لأن دول التجمع ودول القارة السمراء هي جزء من الاقتصاد العالمي بتؤثر فيه وتتأثر به. بعض الرسائل الاقتصادية يا دكتور كريم اللي تناولتها القمة وما يعني أبداء الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته. هو طبعا يعني خلينا أقول لحضرتك أن على سبيل المثال أن مبادرة التكامل الصناعي دي مبادرة مهمة الصناعي. جدا لأن كان
كنا بنشهد فيما قبل التوجه إلى التكامل التجاري، ولكن هنا أصبح التوجه والرؤية إلى التكامل الصناعي. التكامل الصناعي هو بوابة لتحقيق التنمية ولأيضا تحقيق التكامل التجاري والازدهار الاقتصادي لدول الكوميسا. التكامل الصناعي بيرتكز على دراسة المزايا النسبية والمزايا التنافسية أيضا للدول الأعضاء، والعمل على استغلالها وتطويرها لخلق اقتصاد منتج، اقتصاد تنافسي، اقتصاد قادر على تقديم ما تتطلبه الأسواق الأفريقية والعالمية أيضا. دكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أشكرك شكرا جزيلا. وإلى صحيفة المصري اليوم، حيث قالت الحكومة تنفي فرض ضريبة التصرفات العقارية على عقارات القرى والنجوع. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء طبعا نفى ما انتشر من أنباء حول فرض ضريبة التصرفات العقارية على جميع العقارات بالقرى والنجوع بكافة محافظات الجمهورية. وأوضح المركز الإعلامي أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية لنفي كل الأنباء دي، وأكدت أنه لا صحة لفرض ضريبة التصرفات العقارية على العقارات بالقرى والنجوع بكافة محافظات الجمهورية. للمتابعة معنا الأستاذ عبد اللطيف وهبة، الكاتب الصحفي المتخصص بشؤون مجلس الوزراء. أستاذ عبد اللطيف، مساء الخير وزي حضرتك. مساء النور، ازي حضرتك؟ كيف تقرأ ما جاء في بيان مجلس الوزراء؟ هو طبعا يعني فيما يتعلق بالضريبة العقارية يعني مش جديد ان وزارة المالية تقول ان العقارات في ضريبة التصرفات العقارية في الأرياف لن ينطبق عليها هذا القرار. وأعتقد أن وزارة المالية والحكومة أرادت يعني في الرد على هذه الشائعة يعني طمأنت يعني الأرياف، يعني اللي هم الفلاحين والمزارعين وخلافه. يعني ليه بقى؟ لأن الريف المصري له طبيعة خاصة في، بمعنى إن من الممكن نظرا لملكية الأرض وعملية المباني وخلافه، فتلاقي ممكن أكثر من بيت يتجمع باسم واحد مثلا على سبيل المثال، اللي هو رب الأسرة، ثم موزع على الأولاد. إذا لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيق ضريبة التصرفات العقارية على المناطق الريفية. ولذلك أكدت وزارة المالية يعني ذلك، وأوضحت أن ضريبة التصرفات العقارية لا تنطبق على مالك الوحدات السكنية بالقرى والنجوع، يقتصر تطبيقها فقط على العقارات في المدن وفي الحضر، المدن الكبيرة والعواصم المحافظات وخلافه، على أن يلتزم بثلاث هلاء الأخير فقط. يعني مهما تعددت عقود البيع، البائع الأخير هو اللي بيلتزم بالسداد. وأيضا تم إجراء تخفيض كبير لقيمة الضريبة المقطوعة على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون. وأكدت إعفاء مالكي الوحدات السكنية في القرى والنجوع من ضريبة التصرفات العقارية، حيث أنها غير مخاطبة على الإطلاق في أحكام قانون الضريبة على الدخل. والضريبة على الدخل حضرتك لو تعرف طبعا الأرياف ما فيهاش لا إيجارات جديدة ولا خلافه، يعني سكن، وبالتالي لا يمكن تطبيق الضريبة على صحيح. أستاذ عبد اللطيف وهبة، الكاتب الصحفي المتخصص بشؤون مجلس الوزراء، أشكرك شكرا جزيلا. إلى جريدة أخرى وعنوان آخر اليوم السابع، تنفيذ برنامج اختار حياتك لصندوق مكافحة الإدمان بقرى حياة كريمة. تفاصيل: أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق برامج لتوعية طلاب المدارس بالمحافظات بأضرار التدخين وتعاطي المخدرات، كما يتم التركيز أيضا
في هذا البرنامج على تنفيذ البرامج التوعوية داخل المدارس بالقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة ضمن برنامج اختار حياتك. ده بيجي في إطار حرص الوزارة على تنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة حول الوقاية من الإدمان في تلك القرى، إضافة إلى توفير خدمات المشورة للأسر حول الآليات لاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن. والحقيقة هذا الموضوع مهم للغاية، البرامج التوعوية، لأن الكثير والكثير يجهل أنه يكتشف الأبناء الصغار وأنهم يتجهون إلى هذا الطريق. وحياة كريمة هي مبادرة رئاسية ستضيء النور للكثير والكثير من الأهالي والمواطنين. العنوان الرابع في جريدة الشروق: وزير السياحة والآثار يتابع التجهيزات النهائية الخاصة بفعاليات طريق الكباش. السائحون المقصد السياحي المصري من أجمل وأمن المقاصد السياحية في العالم. دكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار زار وتفقد معابد الأقصر والكرنك للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذي للتجهيزات النهائية الخاصة بفعاليات الأقصر طريق الكباش، وده ضمن الزيارات المكثفة التي يقوم بها الوزير لمدينة الأقصر تمهيدا للفعالية التي تقام يوم الخميس المقبل للترويج السياحي لمدينة الأقصر وإبراز مقاومتها السياحية والأثرية المتنوعة. والحقيقة مدينة الأقصر يعني هي مدينة اختلفت تماما، ومن خلال تلك الفعالية هناك تجهيزات كبيرة وهناك كل المسؤولين يعني ينتظرون تلك الفعالية، وأيضا المواطنين مش في مصر بس ولكن كل العالم بينتظر تلك هذا الافتتاح المبهر اللي مصر هتخطب به العالم بإذن الله. أخيرا من جريدة الأهرام: وزارة الري إزالة أكثر من 18800 حالة تعدي على نهر النيل والمجاري المائية بمساحة 3.3 مليون متر مربع. وزارة الموارد المائية والري أعلنت إزالة أكثر من 18800 حالة تعدي على مساحة تتجاوز 3.3 مليون متر مربع لنهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري. الوزارة أيضا قالت أن إزالة التعديات بيحدث في إطار الحملات الموسعة الجاري تنفيذها حاليا لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات. والحقيقة يعني هناك جهود كبيرة من قبل المسؤولين لإزالة تلك التعديات على الأراضي الزراعية وعلى الترع وعلى المصارف وأيضا وعلى نهر النيل، والحكومة تبذل مجهودا كبيرا جدا في إزالة تلك التعديات بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في أقرب وأسرع وقت. مشاهدينا الكرام، دي كانت حلقتنا النهاردة في صحافة الغد، تناولنا أبرز وأهم العناوين الصادرة في الصحف والمجلات المصرية. غدا بإذن الله حلقة جديدة، دمتم في أمان الله، شكرا لكم.